مرحبا، أنا ستار حمامي، سنة ثالثة إدارة أعمال. بصراحة الظروف اللي عم نمر فيها مو بس نحن عم نمر فيها، بالعكس تماما، كل جامعات العالم عم تمر فيها. نحن كنا من المحظوظين إنه دكاترتنا كانت مبادرة لشيئين، اللي هن الأول إنه عم تحاول تأمن لنا محتوى تعليمي خلال الفترة الحالية، وعم يكونوا مبادرين ليجاوبوا استفساراتنا. بصراحة ما حدا من الطلاب يتمنى إنه يخسر هذا الفصل أو يخسر هي السنة الدراسية، إنه هذا الشيء حيأثر علينا كلياتنا. نتمنى انه تنتهي هاي الفترة على خير، ونتمنى تنتهي هاي الجائحة ونرجع لدوامنا الطبيعي ولحياتنا الطبيعية بالجامعة. شكرا كتير. AIU stay safe stay home.